كنا بنساعد قولي يا حلا كده قولي يا حلا كده قولي صلى على النبي الحياة اللي أشعر يرفع إيده فوق على طول أكون الفرح أشعر وأنا واصل أنا صح على السلام أشعرت في أشعر فشعري تمسك عجب يا الدنيا لحاجة أبعد ملوش أمان في السماء تفرع فارس صباح غلبان أصله خسيس أنا حدا الناس تقبل اللي موجود في الفرح يسقف من الآخر لأنه أنتوا كده الفرح راجل وعامل جدع وهو أصله خسيس يا طاحشنا مهما اداله ربنا يقول مرن عايش ابن الاصول مالوش تقبل والناس لسعره رخيص عيني عليك يا اللي على حسه حرمه يا دنيا العجب يا دنيا العجب شعريرة دنيا حالها كده 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 على الطاقة أشعر صح دنيا حالها كده مهما اداله ربنا اوه لا 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 انت الاصول مالوش تقبل ولا هتشيله تقدير انا لسه كاتب كتابي بكره كاتب كتابي بكره اول طلاق احلفه متكتبش بص وربنا اللي اغلى من الدنيا بحالها المسرح لسه متكسر دلوقتي تامر النسائي هو اللي كسر المسرح اطلع يا دنيا حالها Yeah.
الليلة عبد عبود احمد عبد عبود عشان يبقى لكوا العمالقة بالاشتراك مع نجم الغربية الاول النجم تامر النصري هيشترك معانا نجم نجوم المنوفية استاذ مطرب جمهورية مصر العربية النجم الفنان عاصم الخواجة الدنيا حالها كده ايام وعايش بالعافية دايما عتماني العافية ايام وعايش بالعافية دايما عتماني العافية ايام ايام وعايش بالعافية دايما عتماني عايشها بالعافية خلي بالك يا عبد السلام. عبد السلام يا معالي من مصر فين النجم اخوانا معالي